ألا وإن أعظم ما تستغل به هذه العشر أن يكثر العبد من ذكر الله عز وجل. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل عشر من ذي الحجة قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. فذكر الله من أعظم القربات وأحبها إلى الله عز وجل. ولذلك قال الله سبحانه: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فذكر الله شأنه عظيم، والباقيات الصالحات المشتملة على التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وأفضلها قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أسعد العبد الذي لا يفتر لسانه عن قول لا إله إلا الله، التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها سيكون السؤال والحساب والعرض، ومن أجلها أنزل الله كتبه وأرسل رسله. فأسعد الناس غنيمة في العشر من ذي الحجة من أكثر من التهليل بهذه الصيغة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.